السعادة الهائلة التي شعر بها لم تتغلب عليه. سرعان ما هدأ وبدأ النظر في العواقب التي سيجلبها سيكادا ربيع الخريف. إن قدرة سيكادا ربيع الخريف هي الولادة من جديد، لكنها الآن في أضعف حالاتها. في اللحظة التي سأستخدمها ستموت، مع ذلك فإنه لا يزال جو من الرتبة السادسة. عندما أستخدم هالته هذا لن يسبب أي ضرر لجسمه. بعد الانتهاء من التفكير أغلق أفكاره وفتح عينيه. كانت دودة الخمور تحوم أمامه مرتجفة في وسط جوهر النحاس الأخضر الشبيه بالدخان الذي كان يحيط به. في وقت سابق، لأنه أراد فرصة للبقاء على قيد الحياة، قاده اليأس لمواجهة خطر دودة الخمور، وقدم كل شيء في رمية واحدة. لكن في النهاية هزمت إرادتها بسهولة من خلال هالة سيكادا ربيع الخريف. بسبب هذا فقد تعرضت لضربة قوية، قوتها الحالية لا تتعدى حتى 1% من الإرادة الأصلية لديها. سيكادا ربيع الخريف مع فكر بسيط أصدر فانغ أثرا صغيرا من هالة سيكادا ربيع الخريف. ضغطت هذه الهالة على جسم دودة الخمور، وقفت على الفور دودة الخمور بلا حراك. شعرت بهالة سيكادا ربيع الخريف مثل الفأرة التي واجهت القط. كانت خائفة، تقلصت إلى كرة وكانت خائفة جدا من التحرك قليلا. ضحك فانغ يوان واغتنم الفرصة لتعبئة جوهره البدائي. في البداية عندما حاول استخدام جوهره البدائي النحاسي الأخضر لتحسينها، قاومت دودة الخمور بشدة، لذلك لا يمكن أن يتوسع إلا ببطء قليلا. ولكن في الوقت الحالي توجه الجوهر البدائي من النحاس الأصفر لفانغ يوان مباشرة وتدفق بقوة دون مقاومة. لم يكن هناك أي إعاقة على الإطلاق. اللون الأخضر النحاسي على سطح دودة الخمور توسع بسرعة في بضع ومضات. كانت دودة الخمور ذات اللون الأبيض اللامع، ذات صبغة خضراء بالكامل. الوضع العام قد مر. في النهاية تم التخلص من البقايا الأخيرة من إرادة دودة الخمور بسهولة عن طريق إرادة فانغ يوان الذائبة في العدم. مع ذلك تم صقل دودة الخمور بالكامل. مقارنة بالبداية حيث كان على فانغ يوان تحمل مشقة شبيهة بدوس الجبال وعبور الوديان، كانت عملية الصقل الآن سهلة مثل ابتلاع اللعاب. هناك نوع من الشعور الغامض والود يربط دودة الخمور وفانغ يوان معا. كانت دودة الخمور مصقولة مثل جزء من فانغ. إذا أخبرها فانغ بالتجمع ستتجمع، إذا أخبرها أن تتجمع في كرة فستتجمع إلى زلابية صغيرة مستديرة. كان الشعور مثل تحريك إصبعه. استعاد فانغ جوهره البدائي وعادت دودة الخمور إلى حالته الذهنية والبيضاء. ثم مع قفزة مرت عبر الهواء الرقيق وسقطت في منتصف فجوة فانغ يوان. عندما كانت في الداخل حلقت دودة الخمور على مسافة بعيدة حول سيكادا ربيع الخريف ودخلت في البحر البدائي النحاسي الأخضر. على سطح البحر مدت دودة الخمور جسدها بشكل تعسفي من حين لآخر، كما لو كانت تستحم في حمام ساخن. مع سيكادا ربيع الخريف سيتعين على خططي أن تتغير. جمع فانغ يوان ذهنه بعيدا عن الفجوة وأخرج جو ضوء القمر وكرر ما فعله في وقت سابق وأصدر تلميحا من هالة سيكادا ربيع الخريف وضغط على جو ضوء القمر باستمرار. كما شعر بهالة زيز ربيع الخريف استسلم جو ضوء القمر على الفور. كان خوفها كبيرا جدا على إرادتها ولا يمكن إلا أن تتلاشى في الركن الأبعد من جسمها. تدفق جوهر فانغ البدائي في غمضة عين. كان جو ضوء القمر بلون أخضر كاليشم. أخيرا مع مجرد التفكير البسيط تم خنق إرادة جو ضوء القمر بسهولة. بعد أن تم صقل الجو بالكامل عاد إلى شكله الأصلي والأزرق الواضح، ولكن بعد ذلك لم تدخل الفجوة الخاصة به. ولكن بدلا من ذلك سقطت مباشرة على جبينه وشكلت علامة هلال زرقاء شاحبة في منتصفه. لم تستغرق عملية صقل جو ضوء القمر بأكملها من البداية إلى النهاية أكثر من 5 دقائق، وبمقارنة بداية عملية الصقل الصعبة مع الموقف في الوقت الحالي كانت السرعة سريعة وخلقت تباينا حادا. لم يكن الأمر سريعا جدا فحسب، فقد كان استهلاك الجوهر البدائي أيضا قليلا جدا. خلال الأيام القليلة الماضية كان فانغ يوان قد استهلك 6 قطع من الأحجار البدائية لمجرد صقل دودة الخمور. لكن هذه الليلة
بينما كان بإمكان فانغ رؤية قاع البحر البدائي في فجوته، لم يستخدم حجرا واحدا. باسيك هذا ربيع الخريفي في متناول اليد، فمن السهل صقل الجول أضعف منه. بعد اليوم كل ما أنا فقط بحاجة إلى القيام به هو استخدام الهالة للضغط على الجول. أي جول من المرتبة الأولى سوف يتم صقله بسهولة، على الرغم من أنني لا أملك إلا موهبة من الدرجة سي، فأنا لست بحاجة إلى استعارة مساعدة من الأحجار البدائية. الفرق من قبل والآن هو مثل السماء والأرض. كان مزاج فانغ يوان سعيدا، الآن كان وضعه مثل دفع الضباب والسحاب لرؤية السماء الزرقاء. على الرغم من أن سيكاد ربيع الخريف كان في أضعف حالاته، إلا أنه كان لا يزال في المرتبة السادسة. الجمل الهزيل لا يزال أطول من الحصان. بمجرد الاعتماد على هالتها، فإن زراعة فانغ يوان من اليوم فصاعدا سوف تتلقى قوة دافعة ضخمة. في هذه اللحظة كان القمر خارج النافذة مشرقا، وكانت النجوم قليلة. تدفق ضوء القمر من خلال النافذة مشرقة على وجه فانغ يوان. في البداية اعتقدت أنني لن أكون قادرا على الحصول على المركز الأول، لكن الطريق التوى وتحول بشكل غير متوقع. الوقت لا ينتظر أحدا، لا بد لي من الذهاب إلى الأكاديمية الآن والحصول على الجائزة الأولى. عيون فانغ يوان لمعت مع فكرة. تلاشى سيكادا ربيع الخريف بعيدا عن الأنظار واختفى مرة أخرى، عائدا إلى ثباته العميق. ثم دعا دودة الخمور واختبأ في زاوية من سريره. كان هذا لمنع أي مشاكل غير ضرورية. بعد 15 دقيقة في أكاديمية العشيرة، لقد نام كبير السن في الأكاديمية منذ فترة طويلة، ولكن في أحلامه كان بإمكانه سماع صوت شخص يطرق الباب على نحو غامض. استيقظ من الضوضاء وفتح عينيه مساء للغاية. من هو الذي يطرق الباب في منتصف الليل؟ أجاب على الفور صوت بنبرة محترمة. تقديم التقارير إلى سيدي الأكبر، إنه طالب من دفعة هذا العام. لقد أنهى بالفعل صقل جودة والقمر. لقد وجهت إلى مرؤوسيك في وقت سابق أمرا ببلاغك بالوقت الذي يظهر فيه الاسم الأول بغض النظر عن الوقت. حسنا، لقد حدث ذلك حقا. نهض شيخ الأكاديمية ثم نزل من فراشه. عندما كان رداء سأل: من هو هذا الطالب الذي حصل على المركز الأول هذا العام؟ هل هو جويوي فانغ تشينغ؟ أجاب المرؤوس خارج الباب: يبدو الأمر كذلك. في اللحظة التي سمعت فيها الخبر سارعت إليكم لأخبركم به يا سيدي. يبدو أنه شخص من فرع عائلة فانغ. في هذا الوقت ربما يكون هو. ضحك الأكبر في الأكاديمية بخفة وقال بثقة: من هو الآخر الذي يمكن أن يكون إلى جانب عبقري موهبة الصفي؟ سيظلون أسوأ حتى بمساعدة الأحجار، كل هؤلاء الطلاب من الفئة بي. وإلا لماذا ستكون درجة موهبة الزراعة في غاية الأهمية؟ كما قال هذا دفع الباب مفتوحا وخرج. خارج الباب انحنى مرؤوسه باحترام وقام بالانتقال خطوتين الى الوراء. سيدي محق. في القاعة تم احراق 10 شموع معا، مما ادى الى اضاءة القاعة. الرجل الذي ظهر كان فانغ يوان، والذي قام بالفعل بتصفية كل الشكوك حتى الان. تحت الضوء الساطع للنار الشمعة اظهر وجهه تعبيرا مذهولا. انتظر، ماذا قلت للتو؟ أنت تسمى جويوي فانغ يوان وليس جويوي فانغ تشينغ. أومأ فانغ يوان. في هذه اللحظة دخل الشيخ من المدخل. وقف فانغ يوان والرجل والسدارة لتحيته. عندما رأى شيخ الأكاديمية فانغ يوان كان وجهه ممتلئا بالابتسامات. تجمد ووقف أمام فانغ يوان وهو يربت على كتفه بطريقة ودية: لقد قمت بعمل جيد جويوي فانغ تشينغ، أنت لم تخيب أملي، أنت بالفعل موهبة من الدرجة الأولى. عبقري، لن يقارن جميع زملائك في الصف.
مهما حاولوا فسيبقون من الدرجة بي وسي. كان فانغ يوان وفانغ تشين أخوين توأمين، كان مظهرهما الخارجي متشابها، حتى شيخ الأكاديمية كان مخطئا. كان فانغ يوان لا متكبرا ولا متواضعا، أخذ خطوة إلى الوراء وترك كتفه خاليا من يد الشيخ يحدق في الأكاديمي الأكبر ويداه مطوية خلف ظهره، ثم قال بابتسامة باهتة: يا سيدي الأكبر، لقد كنت مخطئا. أنا غو يوي فانغ يوان، غو يوي فانغ تشين أخي الأصغر. فتح الأكاديمي الأكبر فمه قليلا، تعبيره تغير، ثبتت عيناه في فانغ يوان ليزيل شكه، ثم عبس بعد ذلك بعد أن فاس قليلا. تحدث في النهاية: أنت غو يوي فانغ يوان. سيدي هذا صحيح، أجاب فانغ يوان. لقد ثقلت غو ضوء القمر، لقد فوجئ كبير الأكاديميين بدهشة. كانت عيناه تتوهجان بقوة على علامة هلال فانغ يوان على جبينه، كانت عيناه مشرقة، كان يسأل عما هو واضح في الواقع. هذا هو الحال. إذن أنت الأول من دفعتك. كان شيخ الأكاديمي يطرح أسئلة غبية، لكنه لم يكن مخطئا بعد كل شيء. كان هذا الوضع تماما خارج توقعات الجميع. يجب أن يعلم المرء أنه كان مسؤولا عن الأكاديمية منذ عقود، ولديه خبرة كبيرة. كان قد شاهد طلاب الصف سي الموهوبين يتنافسون على المرتبة الأولى قبل ذلك، لكن لم يكن هذا مبكرا. ناهيك أنه في هذه الدفعة كان هناك أقران من أصحاب المواهب من الدرجة إي وبي. إذا لم يكن هناك أحد سبقني، تظاهر فانغ يوان بأنه فكر عميقا، ثم فرك أنفه وتابع: الأمر يبدو كذلك.